أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: أنا موظف في شركة، وكان ألقنا الشركة بطاقة التأمين الصحي، ولكن الوالدان غير متضمنين في التأمين، وفي أحد المرات أخذت الوالد للعلاج. يقول: أنا موظف في شركة، وكان ألقنا الشركة بطاقة التأمين الصحي، ولكن الوالدان غير متضمنين في التأمين، وفي أحد المرات أخذت الوالد للعلاج، ولكن اتفقت مع المستوصف على أن يجعله من اسمي لكي يخطى من التأمين، فهل هذا الفعل صحيح وما هو الحل؟ هذا الفعل غير صحيح، لا لك ولا له، ما يجب تتعالج بالتأمين، لا أنت ولا هو، لأن التأمين هذا حرام، لأن أصل الأموال الناس بالباطل، وعليك أن تتعالج نفسك فيه من مالك، إذا احتجت تتعالج والدك من مالك الخاص، ولا تستعمل هذا التأمين لأنه أمان حرام، لأنه من أموال الناس، من أموال المشتركين في هذا الشيء، وليس لك، فاترك التأمين لا لك ولا الوالد، وعالج نفسك وعالج والدك وأولادك من مالك، إذا كنت تريد السلامة، تريد النجاة.